هاي جايز، ذيس از ستارت اب مينيت نيوز. معي انا سينتيا وانا هزار. اول خبر معنا لليوم هو عن ستارت اب من دبي اللي اسمه سيرتشي. جمع 2 مليون دولار از اسيد فاندنج راوند وعم يحسن كثير بعمليه التوظيف بالشركات. سيرتشي هي اول شركه بالمينا ريجن عم تستعمل الماشين ليرنينج والفيديوز كرمال تقدر تحلل شخصيات اللي عم بيقدموا على الوظيفه. وهيدا الشيء رح يخلق كثير تحسين بالفورمينج تبع التيمز اللي بالشركات. ايه اكيد، لانه حيكون كل شيء اوبجكتيف 100%، ورح ينقوا افضل شخصيات لافضل وظيفه. اوكي، وهلا بننتقل على الكويت. في ابلكيشن جديده عم تنتشر كثير بالكويت اسمه مشكور. هيدي الابلكيشن عم بتاثر على التسوق والشحن المحلي. سو هي اون ديماند دليفري ابلكيشن، عم بتخلي اللي بيستعملوها يشتروا شو ما بدهم من حيلا محل بحيلا وقت وبتوصلهم بكتير سهوله. هن الفاوندرز لابلكيشن مشكور لاحظوا انه في كتير دليفري ابلكيشنز، بس اكثر شيء عم بيركزوا على الاكل. مشكور فيك تشتري حيلا شيء او تبعته، يعني اذا مثلا اصحاب الشركات عم يقدروا يبعثوا ملفات او هدايا لموظفينهم للزبائن بطريقه سهله. مجوري اللي هو ستارت اب للمجوهرات جمع 23 مليون دولار ان سيريز بي من خلال نيو انتربرايز اسوسييتس اللي هي من اقدم الفنتشر كابيتالز بامريكا، وكمان من المستثمرين كانوا ارزان في سي بالكويت وداش فنتشرز بعمان. مؤسسة ماجوري هي من الأردن، وإجمالاً بتبيع كل شيء بتصنع وبتبيع أونلاين من خلال الويب سايت اللي لقلهم، بس عندها 2 أوفلاين ستورز بتورونتو وبنيويورك. بسعودية في أبليكيشن اسمها ساري. هيدا الأبليكيشن جمعت سيد فاندينج وفكرتها أنه تأثر على التسوق بالجلة. كيف؟ بأنه اللي بيستعملوا الأبليكيشن يقدروا يشتروا من المصدر دغري بدل ما يروحوا على السوبر ماركت. ساري هي on demand application هدفها الطبقة الوسطى بالمجتمع اللي بتشتري بكمية كتير كبيرة تتوفر مصاري، وهلأ هي موجودة لدمام وخبر وعم بيفكروا كمان ينتشروا أكتر. أجدد ابتكار لسامسونج هو The Zero. It's a vertical TV. بنظرهم أنه رح يجذب الجيل الجديد لأنه بيبرم 90 درجة، وكمان من خلاله بنقدر نحضر the Instagram videos or Snapchat videos حتى لأنه vertical. We can see the comments كمان لأنه vertical. نزل اخر تريلر ل Men in Black International. اللي بيفرق عن اول جزء هو انه بدل البطلين صار في بطل وبطله، وهو ساينس فيكشن الموفي، في الينز غير مهضومة. ينحقن كل الموفي بيكون، وخلونا نحضر التريلر سوا. Just as quickly. We are the best kept secret in the universe. I know. I want in. You erased my parents' memories, but you didn't get mine. It took me 20 years to find you. How many people can say that? أصلاً الفيلم sci-fi. هو ساينس فيكشن. فيه alien. فيه alien. إيه alien science fiction؟ واو. ما بعرف.